لكل ست بيت عايزة تعمل الرز بالشعرية ويطلع معاها الحباية بحبايتها زي كده. يعني انا عملت لكم الفيديو مرة واثنين وثلاثة، يعني عايز اقول لكم ان مفيش اسهل من الرز المصري في التسوية بتاعته. تابعوا الخطوات خطوة بخطوة وهيطلع معاكم الرز كده اهو، شايفين الرزاية برزايتها، يعني مفيش اسهل من كده. ان شاء الله تستفيدوا من الفيديو. اول خطوة عندي واهم خطوة ان انا اغسل الرز. في ناس طبعا بتقول لا الرز ما ينفعش نغسله، لا يا جماعه الرز المصري لازم يتغسل. شايفين الميه كلها نشا، والنشا ده هو اللي هيخلي الرز يعجن معايا لما اجي اسويه. فانا بغسل الرز مره او اتنين او ثلاثه لحد ما الميه تبقى نظيفه عندي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، متبقاش الميه معكره. ببتدي ان انا اصفي الرز واسيبه بقى نص ساعه ينشف، ما استخدموش على طول. زي ما انتم شايفين كده اهي الرزايه نشفت اهي، هو بينشف بسرعه، يعني ما نص ساعه ساعه بالكتير هتلاقوا الرز رجع زي ما هو ناشف. حله على النار اسخنها واحط فيها الماده الدهنيه اللي هستخدمها، ايا كانت زبده سمنه زيت براحتكم. بعد كده بجيب الشعريه وببتدي انزل بالشعريه بتاعتي وابتدي ان انا احمرها الاول في الماده الدهنيه دي لحد ما تاخد معايا اللون بتاعها المظبوط. طبعا ده افضل لون، ولا اغمق من كده ولا افتح من كده علشان تبقى باينه معايا في الرز. بعد كده بنزل بكمية الرز كلها اهي زي ما انتم شايفين، وببتدي ان انا اقلب الرز على طول. طيب ماشي، هقلب الرز بس مش هقلبه، يعني في طريقة معينة للتقليب. بقلب من جناب الحلة زي ما انتم شايفين كده علشان الرز ما يتكسرش معايا. لو قلبت من النص المعلقة هتبتدي تكسر معايا الرز، تمام؟ فببتدي ان انا اقلب من جناب الحلة زي ما شفتوا كده لحد ما الرز معايا يسخن. لما اجي امسكه كده بايديا احس ان هو سخن كده، يبقى الرز تمام قوي. في حلة تانية على النار مجهز الشوربة بتاعتي او مية مع مكعب مرق الدجاج او مية مع ملح براحتكم، وابتدي انزل بالشوربة سخنة والرز سخن. اول ما هنزل بالشوربة على الرز هيبتدي يغلي معايا على طول، مش هياخد وقت، تمام؟ وده السر ان الرز يطلع معايا مفلفل، ان الاتنين يبقوا سخنين يغلي على طول، تمام؟ ما ياخدش وقت. هحط الملح بتاعي على قد الكمية وبعد كده هغطي الحلة على طول. طيب نسبة المية، نسبة المية هتكون سنتي فوق الرز، يعني احنا بنقول عليها عقلة صوبع فوق الرز، تمام؟ هغطي الحلة كويس بالألمنيوم وههدي النار على أقل درجة حرارة زي ما انتم شايفين كده، هديتها على أقل حاجة وهسيبها مثلا من 20 ل 30 دقيقة حسب الكمية طبعا. تعالوا بقى نشوف الرز بعد 30 دقيقة بالظبط على نار زي الشمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو شايفين الرز طالع عامل ازاي؟ يعني بجد الرز الحباية بحبايتها اهو، ولا معجن ولا اي حاجة. الرز المصري لازم يتغسل كويس مرة واثنين وثلاثة ويتصفى ويتساب ينشف، وبعد كده يتحمر بزبدة او زيت او سمنة، وبعد كده ننزل عليه بمية سخنة او بشوربة سخنة عشان يطلع معانا بالشكل ده اهو. يعني قلت لكم الطريقه خطوه بخطوه بالتفصيل، ان شاء الله تعملوا رز ويطلع معاكم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كده الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. الف الف شكر لكل اللي بيتابعني، وما تنسوش لايك وكومنت وشير للفيديو. الف شكر.